يسعد أوقاتكم أحبائي، ويا أهلا وسهلا فيكم. اليوم أكلتنا هي كبة البطاطا بالصينية، أكلة كتير طيبة وشهية، ورح تشوفوا طريقة تقطيعها لنحصل على شكل هندسي جميل. ولا تنسوا أحبائي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد، ويلا نتابع الطريقة. بالبداية رح أبدأ بسلق البطاطا. عندي بطاطا مقشرتها ومقطعتها لقطع وحاططها بمي على النار حتى تغلي وتستوي. هيك هلأ بختبر أنا البطاطا بشوكة، بواسطة شوكة. إذا لقيتها هيك انغرزت بشكل كويس معناها تكون استويت، وهي ما بتطول كتير، أسهل ما أني أسلق البطاطا وهي كاملة. هلأ بعد ما استوت البطاطا ورفعتها، رح هي سخنة رح أهرسها بواسطة هراس البطاطا أو ممكن بالشوكة المتوفر عندك. بهرسها بشكل كتير منيح يعني تصير كتير ناعمة. رح أضيف ملح وبابريكا وكمون، معلقة صغيرة من كل وحدة، وبحرك التوابل اللي حطيتها مع البطاطا. مثل ما شايفين هي ملمسها صار ناعم وكتير مطحونة بشكل كويس. وراح أعملها كمان بواسطة الإيد حتى يعني يصير الملح والتوابل بكل أجزاء البطاطا. هلأ هيك صارت عندي جاهزة. هلأ بالنسبة لعجينة الكبة، أنا عندي هي عجينة الكبة رافعتها بالفريزر، مرة عملتها معاكم بفيديو سابق بوقت عملت الكبة المقلية، فرفعتها من بالفريزر دوبتها وبكل سهولة بعد ما دابت راح استخدمها. راح احط لكم رابط الفيديو للكبة المقلية وعجينة الكبة طريقتها بصندوق الوصف. بدعكها هيك شوية مثل ما شايفين، بصير هيك حتى تصير طرية لحتى استخدمها لهالأكلة. هلأ راح اجيب عجينة البطاطا اللي عملتها، هي بدها تكون تقريبا مقدارها قد عجينة البرغل يعني اللي عندي. وهون طبعا انا البرغل ما ضفت له شيء ملح او توابل او شيء، لانه هو محط يعني كان محطوط له كل شيء يعني ملح وبهارات وفيها هبره، يعني هي جاهزه، هي عجينه الكبه جاهزه للاستخدام. ومثل ما شفتوا هي اكلتنا، يعني ما بتحتاج لعجينه كبه كتير، مجرد ما يكون عندك عجينه هيك قليله ممكن تعملي هالاكله، تخلطي معها البطاطا المسلوقه وتعمليها بكل سهولة. هلأ هيك بعجن العجينة بشكل كويس حتى تندمج البطاطا مع عجينة البرغل تماما. هلأ بقسم العجينة اللي عندي، قسمتها لنصفين لقسمين متساويين، لأني أنا هون هي الأكلة بدي أعملها على شكل طبقتين، فباخد أول قسم حتى يكون الطبقة الأولى بالأكلة اللي بدي مده بالصينية. باخد هي القسم هي العجينة ورح حطها ورق زبدة فوق أو تحتها حتى يساعدوني بعملية الرق، أو ممكن تستخدمي أكياس نايلون. وبعملها على تقريبا مقدار الصينية اللي بدي حطها فيها واللي بدها تدخل الفرن. هون أنا عندي صينية قطرة حوالي 35 سنتي، شايفين كيف بيساعد ورق الزبدة، بيساعدني كتير بحطط هالعجينة هاي. هيك مجرد ما اقلبها وبرفع عنا ورقة الزبدة فبتكون عندي سطحة مستوي وكويس العجينة. وهلأ بدي ساوي الأطراف، إذا محل زايد بقيب منه وبحط للي ناقص منه، يعني بساويها مثل ما بحب لأنه العجينة يعني طرية وسهل التعامل فيها. هيك بسوي الأطراف بشكل كويس حتى تصير بشكل مستوي تماما. ممكن استخدم يعني قليل من المي بالإيدي بالمي وأعمل فيها هالشكل هاد،
وهلا حطيت لحمة عندي، أنا عاملة حامسة لحمة وبصلة، وحطيت لها بس ملح وفلفل، فبمدها هاللحمة هي بوزعها على هالطبقة هي الأولى. وهلا الطبقة الثانية عملتها نفس الطبقة الأولى، حتى ما أطول عليكم الفيديو، نفس الطريقة مباشرة تماما بواسطة ورق الزبدة، وحطيتها فوق الطبقة الأولى واللحمة. كمان عم سوي الأطراف والسطح العلوي. هلا بالنسبة للطريقة، بتابعوا معي طريقة تقطيعها. بقسمها أول شي للنصف، بعدين برد بقسم كل نصف بالنص حتى يصير عندي 4 أرباع بهالشكل هاد. هلا كل ربع بدي أقسمه له، الطريقة هي اللي بتمشي على كل الأرباع، بقسمه بالمنتصف أول شي لهالربع هاد، وبدي أعمل حوالي 3 خطوط موازية لهالخط اللي عملته الأولي مثل ما شايفين. وهلا بعمل 3 خطوط أخرى موازية للخط الرئيسي مثل ما شايفين، هاي أول خط وهذا الثاني وهي الثالث، وأنا هيك عم بحصل على قطع على شكل معينات. وهلا نفس هذا النصف الثاني من الربع نفس الشي كمان، بعمل 3 خطوط موازية لأول خط، وبرد بعمل 3 خطوط أخرى موازية للخط الرئيسي الآخر. هاي هيك أنا عم بعملون حتى تتلاقى الخطوط مع بعض وتعطيني أشكال معينة منتظمة. وهيك بتابع الأرباع التانية بنفس هالطريقة، هاي بتتابعوا وبتعملوها حتى تحصلوا على الشكل الهندسي الحلو والمنتظم، وبيطلعوا كلهم يعني أحجام مقاسهم كله متساوي وشكلهم حلو. هلأ هوني أنا راح أحط على الوجه، راح أحط لوز ووزع لوز، هاي مرحلة اختيارية اللي بحب يحط أو ما بيحطها، طبعا تعطي شكل حلو مثل ما شايفين. ووضحت الرسمة، عطاني بالمنتصف مثل الوردة والباقي أشكال معينة منتظمة. هلأ هون قبل ما أدخلها على الفرن راح أحط قطع من السمنة، هي السمنة بتعطي هون طعم كتير طيب، خاصة إذا كانت أنا هون حاطة حيواني، سمنة حيوانية، وكمان بتعطي لمعة ولون احمرار حلو بعد ما تطلع من الفرن. وبدخلها على فرن محمي مسبقا لدرجة عالية، أنا درجة 200 درجة مئوية، ومن الأسفل والأعلى، وبتاخد حوالي النص ساعة أقل شي يعني حتى تحمر من الأسفل والأعلى. هلأ هيك بعد ما طالعتها من الفرن، شوفوا ما شاء الله المنظر الحلو ولون الاحمرار الحلو اللي صار عليها، وريحتها بتاخد العقل، ريحة السمنة مع عجينة الكبة والتوابل اللي حطيناها كتير كتير حلوة. وهي عم بقطع قسم منها لتشوفوها، بجد أكلة كتير طيبة، بنصحكم أنكم تجربوها. ومثل ما شفتوها مانا صعبة، يعني وقت اللي بتعملوا مثلا كبة وبكون عندكم قسم من عجينة الكبة ممكن تعملوها. هاي قطعت هالقسم هذا، وشوفوا المعينات الحلوة اللي فيها، وفيها طبقتين عجينة وطبقة اللحمة بالمنتصف. هاي كبتنا صارت جاهزة، أكلة لذيذة كتير، بتمنى أنكم تجربوها ونحن نال إعجابكم. ولا تنسوا إذا عجبتكم لايك للفيديو، اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا لحسن المتابعة.